إليك ستة أشياء يفعلها الرجال تثير غضب المرأة وتدفعها للجنون. السبب الأول، وأتمنى هذا الأمر ما يأخذ بمحمل السخرية، يعني بعض الرجال أحيانا لما تفتح موضوع عن الزوجة، يا أخي فكنا، يا أخي هذا بيتك، أحد ركائز بيتك الزوجة، تكذب؟ إذا تكذب شيء آخر، أحد ركائز بيتك الزوجة، لا تنكر ولا تطلع فيها السي السيد، لا تأخذ دور السي السيد، أحد ركائز بيتك الزوجة، وأحد أعمدة بيتك الزوجة، فلا بد أن تعتني. إذا لم تعتني بها، انفصال وطلاق وانهدام البيت على عيالك، ليس عليك أنت، ربما طايش إلا ما رحم ربك، ما تسأل مثلا، لكن عيالك الضحية، عيالك. أصبحنا كثير نرى نساء تكلمنا، أنا يا شيخ مطلقة، أنا مطلقة، أنا منفصلة، أنا كذا، أنا كثرت نسب الطلاق عندنا، كثرت كثيرة كثيرة، إحصائيات مخيفة عندنا نسب الطلاق. أصبح الحرمة اللي مو مطلقة تستغرب، كيف ما اتطلقت للحين أنت؟ صح سيف؟ معي سيف الحزن، ليه خايف أنت؟ لا بس فعلا والله، أغلب يعني أغلب اللي عنده مشاكل وكذا تقول لك أنا منفصلة، أنا مطلقة، والله العظيم ما أنكر، أنا إنسان 15 في الإعلام يعني، مطلقة منفصلة، اللي متزوجة، متزوجة أكيد، إيه متزوجة، ما شاء الله عليك، الله يثبتك. إيه حتى حياتها تجدها إلا من رحم ربك مستقر، فعندنا مشاكل لا تنكرون، ويوم تأتي الرجال يقول لك الحريم اشتغلن وصار عندنا فلوس واستغلن عن رجال ومولات، هذا كلمة الرجل. والمرأة الرجال ما في رجال، مغازلجية عينهم فارغة، حسبي الله، إيه نفصلكم يعني، نفصل مصنع ها ومن دوتكم ونفصل، ما يصير، لابد عندنا مشاكل نحلها، هذا ليس لأجلك ولا لأجلها. أنا أعيد، لا ما هو عشانهم، عشان العيال يعني. الآن تدر أحد المدارس أغلب الذي يأتي بالعيال أمهات، تدخل الصف أغلب الأبناء يعني من أسرة منفصلة، أغلب الأبناء من أسرة منفصلة، الأب مطلق زوجته والأم خالعة زوجها، يعني فما يصير، في عندنا مشكلة لابد نحلها. وأتمنى والله أتمنى قانون يشدد على مسألة الطلاق. فإليك النقاط الثانية، الأولى، أولا الزوجة تفقد الثقة بزوجها لعدة نقاط. النقطة الأولى اختلاق الأعذار، اختلاق الأعذار. تقول الدراسة عندما يتهرب الرجل من أي مشكلة بأن يخلق أعذارا وهمية، فهو يتسبب في عدم ثقة الزوجة. فالمرأة تحب الرجل الذي يثق بنفسه، يمكنه الاعتذار ومحاولة التعويض عما فعل. الاعتذار ليست إلا طريقة للهروب كما تراها المرأة، مما يعني أنه لا يتحلى بالشجاعة للمواجهة، فهي بالتأكيد علامة الضعف. لهذا المرأة أول إشارة لفقدان الثقة كثرة الاعتذارات، ليه تأخرت؟ أنا آسف. طب ليه تأخر؟ خلاص قلت لك آسف خلاص، أو يغلط ليه خلاص ما بعيدها. فكثرة وجود الاعتذار تفقد حيز الثقة. ترى الثقة جميلة، إذا زوجتك وثقت بك، والله لو تسافر الجزر الواقواق يقول لك زوجي، وإذا ما وثقت بك والله لو تسير عند الحلاق، تعرف الحلاق جاركم، إلا تشك بك. فأحد عوامل الشك كثرة الاعتذار، كل ما تسوي مصيبة أنا آسف خلاص، وحقك علي وعيال وتحب رأي خلاص مشيها، إيش شاب وطايش وين شاب؟ طب وحنا كرجال ما نقبل الخطأ على النساء، نقبل الخطأ علينا، يقول لك المرأة عورة والمرأة عيب والمرأة زي مو، الخطأ واحد عند ربنا. المسألة الثانية تقول التأخر في موعد الرجوع للمنزل. النساء لا تحب الانتظار، دراسة أثبتت أن 88% من النساء تكره التأخير. فعندما يقول الزوج أنه سيأتي في 8 مساء، عليك التواجد في 8 مساء،
هي ليست بمعضلة، نعم، لكن هل يعرف الرجل كم من الوقت تحتاج المرأة حتى تستعد للخروج أو لاستقبالك أو كيف تهيئ نفسها؟ فلهذا عندما تعد الزوجة التزم بالميعاد، وإذا أردت التأخر بعد دوامك فأبلغها ولو برسالة نصية، فالزوجة لا تحب الاختفاء. هذه مصيبة، هذه كارثة. آسف، بس أنت مع هذا الموضوع؟ مش مع هذا الموضوع؟ أنه أنت يوم تأخر من دوامك مثلا، إحنا اليوم الخميس، الشباب أغلبهم ما شاء الله يلتقون مجالس وكذا، فهل أنت تشوف أنه لا بلغها أنه أنا بتأخر اليوم؟ إيه لازم، صح؟ يعني مش تختفي، يعني في رجال يختفون؟ إيه ليست استشارة ولكن يبلغ. إيه والله شيء طيب. زين، أعطونا مكالمات ثم نرجع للنقاط. نعم، أبو جمعة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. وعليكم السلام شيخ وسيم، كيف حالك؟ ربك بخير. بخير الله يسلمك، يا مرحبا. الله يحفظك، جزاك الله خير. أنا دائما أكون مستمع بس اليوم بتكلم. يا مرحبا يا مرحبا، أتشرف. هو طال عمرك بالنسبة للتصادم موضوع والله مميز فعلا، يعني وهي فكرة جيدة يعني فعلا. أنا طبعا اللي يحزنني دائما، والله أحزن دائما لما أسمع يعني أن تقول أن نسبة الطلاق عندنا في الإمارات كبيرة. نعم. تحزنني، لأن حقيقة نحن مش محتاجين الطلاق، محتاجين لأبناء لهالوطن هذا. نعم صحيح. بما أن نحن قلة، واللي يقول الكلام هذا يعني يجامل، فهذا الطلاق يعني يؤثر في أنفسنا. بالنسبة شوف للتصادم، حتى نحن الحين اللي يسمونا كبار المواطنين، طبعا استبدالنا من كبار السن إلى كبار المواطنين الحمد لله شيء جيد. نعم. يكون عنده تصادم، فلذلك تلاقي حتى الواحد بينه وبين زوجته من زوج أكثر من 50 سنة، وتلقاه يعني نحن سبحان الله ما ادري ليش نحب النكد على نفسنا، يا ما نطالع غير الاخبار او المباريات، وكلها تجيب ضغط وكلها فيها تصادم. عكس الحريم طبعا ما يحب يشوف مباريات، يحب الاخبار، يقول عندكم دوم كبار يسعى الاخبار، بس هي تصادم. فعلا الشيء اللي انت قلت فيه وهو مميز جزاك الله خير، ان بالنسبه يعني وهي وصيه المراه الصالحه، يعني وصيه المراه الصالحه لبنتها. نعم كانت تقول حق بنتها، والله الوصيه هاي فعلا تكتب بالذهب، ومفروض هذه تدرس للأم تعطيها بنتها، لأن أنا مثل ما قلت أنت يا شيخ وسيم، هذا الرجال غريب وهي غريبة، وفجأة يتواجدون مكان واحد، هو عنده مزاج وهي عندها مزاج، يعني بس في تصادم فعلا. إذا كانت البنت هذه من البداية ما تدربت على أن هاي طالع شو يحب شو يشوف، لأن هاي شهر العسل، أنا أعتبره شهر العسل هذا مثل اللي هو بالإنجليزي يقولون on job training، يعني دورة تدريبية. نعم صحيح. حتى الخطوبة، حتى الخطوبة هنا شهر العسل، هاي دورة تدريب، في بتعرف الحرمة إذا كان ذكية، إيه والله يحب الكورة، يشجع شو يشجع العين، إيه ما بشجع الواحدة فالضرب وياه مثلا، يطالع مثلا مسلسلات، يطالع مثلا يحب، بحاول أكتب اللي هو يحبه، وهي دورة هو بعد نفس الرجال، ما نعاش الرجال الرجال بعد ما يكون بعد أنامي، يطالع مثلا المرأة هي شو تحب بعد خلال الشهر هذا. نعم صحيح، يبعد شوية التصادم. لكن أنا بقوله ويمكن كررت الكلام هذا أكثر من مرة في جميع، وأنا مسؤول عن كلامي والله، والله يا شيخ وسيم أقول لك بكل صراحة. نعم. اللي أكثر شيء سبب، أنا طبعا مش ضد عمل المرأة، لأني عندي بناتي دوما. نعم. لكن والله يا شيخ وسيم أنا بقول لك بكل صراحة، خصوصا الأوليين، يا أخي الحرمة تطلع من بيت الساعة 7 وتيجي الساعة 4:30، أنا أقول صدقني هذا يمكن سبب رئيسي في الطلاق، لأن الرجال هي الساعة 2:30 وهي الساعة 4:30 منتهية. فيا ريت المرأة، يا ريت توصل رسالتي، المرأة تكون في بيتها الساعة 2 بس. نعم. وتكون بعدين ربة بيت بعد هالوقت هذا. أما توصل الساعة 4:30 مع الزحمة، توصل الساعة 5 أذن المغرب، هي طالع الفجر وأذن المغرب، بيكون تصادم، والتصادم يؤدي إلى الطلاق. يعني أنت قصدك الله. يعني قصدك إنه المرأة يخفف عنها ساعات العمل وترجع للمنزل. نعم. الله يجزيك الخير ويرفع قدرك. يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا. نعم. زين نكمل النقاط، ما ادري. نعم على كل حال، طبعا للتواصل رسائل نصيه 3545 وللمكالمات على 600777 عفوا 600551221. ايضا من ضمن النقاط التي وضعت هي مساله بعد خلق الاعتذار وبعد التاخر عن العوده للمنزل، قيل ان من الدراسه ايضا عدم الاهتمام، الصمت. هل تعلم أن جلوسك صامتا في المنزل يثير الغضب؟
ايه انا ما كنت اعرف والله العظيم، والله ما كنت اعرف. يعني اذا انت تجلس ساكت، ايه لان ما جاي، لان المرأة ستبدأ بالمقارنة بين ان تجلس مع اصدقائك او حتى مع اخوانك او اهلك او حتى اخوانها، وكلامك وانطلاقك بالكلام والمزاح، وحينما تجلس معها تبدأ بالصمت. فهنا تعلم المرأة انها لا تثير حفيظة الزوج في الكلام ولا يرتاح لها في الكلام، فالكلام مع من امامك دلالة الراحة. يخرب بيت مو حتى سيف، بس ليش نكذب على بعض؟ يعني احيانا المرأة تفتح مليون موضوع، احنا نرد هي ها هي اوكي، هذه ردودنا يعني، صح؟ إيه لا صح ولا لا؟ لا تتجا صح ولا لا؟ يا ريت يطلع جوابك على والله. اخ يا سيف، سيف الحوسن يا بعد قلبي. ففعلا الصمت يثير غضبها فعلا. يعني حتى اشوف اذا انت تلاحظ بصراحه، اسمع اضرب لك اقل مثال، ادخل على الاشاره الضوئيه، اقف دائما تشوف الزوج والزوجه ساكتين، الزوجه ساكته وطالع الطريق، والزوج جالس طالع الطريق، تقول جثث، صح ولا لا؟ لكن شوف شباب بالسياره، الاغاني مرفوعه، ما اعرف ايه مرفوع، يسولفون ويضحكون وكذا، صح كلام منطقي ولا لا؟ ليه؟ ليه؟ انا اريد اعلم ليه. انا اريد والله نفسي رجل يحل لنا المشكله. هل هو عنصر الملل؟ انا ما اريد اجامل، وما اريد يعني لا كيف يعني سيف يقول لي يمكن هو يحاول يكون برستيج، يعني كيف برستيج بالصمت يا اخي؟ والله احنا في السياره تجلس عندنا نسكت، حتى تقول مالك سولف، شو اسولف؟ اسفه، عرفت يا اخوي شو هي مسكين تفتح مواضيع، عرفت يا اخوي شو صار معه؟ شو صار اخوك متهور اصلا؟ تقلب عليه مثلا. فتجلس في السياره صمت، تجلس في الصاله صمت، تحب العزله. تعرف عندي نقطه يثير غضب الزوجه، عزله الزوج، تجده يجلس لوحده دائما، هذه بعد تثير غضب الزوجه. يعني ليه انت لوحدك؟ ليه ما تريد تجلس معي؟ يعني صمت وعزله في مصيبه معنا. يعني ما ادري، انا اريد حل، اتمنى يعطونا حلول، واتمنى هل هذه الدراسه صحيحه ولا لا. ام عبد الرحمن تفضلي. الو السلام عليكم. سلام ورحمه، يعطيك العافيه. الله يعافيك، ارفع صوتك. نعم الله يسلمك. هلا بالنسبه لموضوع الثقه بين الزوجين، هو طالما انعدمت الثقه فاجمالا حنروح لموضوع الطلاق، هذا شيء يعني شيء مباشر. ولما نروح لموضوع الطلاق حنروح لموضوع تشتت الاولاد اذا كان في اولاد. هلا الشيء المتضرر الاكبر متضرر بهالموضوع هو الاولاد. يعني انا اليوم مصدومه من قصه انه طفل متوفي عند ابوه متزوج، ومن قله الانتباه لانه ما نن موجودين الاب والام فوق راسه، من قله الانتباه الولد توفى، قدر الله وما شاء فعل. بس هذا الشيء حيروح على مين؟ موضوع الطلاق، موضوع الثقه، اذا انعدمت الثقه وتوجه الطلاق حيروح على مين؟ حيروح على الاطفال. يعني انا بوقف قدام اي حدا بده يطلق هلا او فكر بالطلاق بقول له بترجاك بس فكر بالاطفال، بس فكر موضوع الاطفال. موضوع الثقة انا بالنسبة الي لما اشوف زوجي قاعد ملتهي عني، اي فعلا بتضايق يا شيخ، اي فعلا لما اشوفه ملتهي بتليفونه اكثر من ساعة، يعني هذا الشيء بيضايقني. طب ليه؟ نحن اهم انك تعطينا وقتك النا، اهم تعطي وقتك لاولادك، انك تنتبه عليهم، ترعاهم، شوف اغلاطهم، شوف شو 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 بحاجة اسئلة لحتى يتثقفوا منك او يتعلموا منك. مو والله انه التليفون ما حيفيدك، الفيديوهات هاي الضحك وضياع الوقت والاستهتار يعني ما حتفيد شيء بتربيه الاطفال ولا حتفيدني الي انا نفسي. يعني هذه المشكله موجوده، هي مساله انشغال الزوج وصمت الزوج وعزله الزوج. بالضبط، بس هذا بيرجع للزوجه. كيف يرجع؟ انت كل شيء ترجعوا له، كيف؟ يلا انت زوجه، يلا تفضل. كيف؟ يعني انا 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 ضد مساله وضع الزوجه شماعه. والله لا، الحق على الزوجة، هي الزوجة لازم الزوجة زين. واحنا شو وظيفتنا يعني؟ زين ليه احنا اخطاء نعلق عليكم؟ زين بسألك سؤال، اعتبريني انا
عندي عزلة وكذا، عالجيني تفضلي. لا هلا انا بحكيك انا كمش انت يعني كأنتي انت هلا انا كزوجي مثلا انه ممكن لو سمحت تترك التليفون من ايدك، في موضوع بدي احكي معك. انا 1 2 3 انا متضايقه من هذا الشيء. هلا قلت لك انت ماسك التليفون، جيت من شغلك الساعه 4، ايه اتغدينا قعدنا ماسك التليفون، صلت اكثر من ساعه ونص وهو يرد بسرعه. ايه ما شاء الله عنه. ايه يعني لكم يوم لكم يوم؟ لا هلا يعني بصراحه يعني لا تجامليني ولا جاملك. لا لا مو قصد كم يوم، صار في حدود للموضوع انه خلص انا اتفقت مع زوجتي انه مثلا لي ساعات معينه للتليفون بعد دوامي، اني من حقي اني كمان اشوف تليفوني، من حقي اني انا اشوف وسائل التواصل، يعني يعني هذا شيء طبيعي من حقه، بس ما يزيد عن 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 الحد الطبيعي. يعني مثلا انت قاعد وقت فراغك ما عندك شيء، شايف عيلتك شو لازمها، شايف زوجتك شو لازمها، بعد منها تمسك التليفون، هذا شيء عادي طبيعي. يعني كمان لا فينا نحن نيجي على الزوج ولا هو الزوج في يجي على زوجته، يعني لازم الاثنين يكونوا مراعيين بعض، لازم الاثنين يكون في اتفاق، طالما في اتفاق من الجهتين حيكونوا راضيين بعض. نعم الله يجزيك الخير. نعم كثير يعني لو لو يصير فعلا توعيه، في كثير مجالس توعيه، مؤسسات كثير بتعمل توعيه على الموضوع، لانه هذا كم رجل يذهب لمجالس التوعيه؟ أوه والله إذا على الرجل لا ما بيتعب. ليش؟ لأنه أحيانا في المجالس هي أوقات صباحية، لا حتى لو مسائية، يعني نتكلم بصراحة من هذا الرجل الذي يرضى؟ لا ما حيروح، لأنه حيقلك جاي من دوامي تعبان. أنا ما أتكلم عن التوقيت، أنا أتكلم عن الرجل يأبى يأنف أنه يذهب لهذه المجالس. لا ما بيقبل، لا ما بيقبل، ما يقبل. إذا شو الفائدة إذا حنا نرفض نذهب؟ رغم في الولايات المتحدة شيء طبيعي يعني هذه المجالس، وشيء طبيعي هذه المقابلات حتى للمدمنين، يعني مثل من يقع في شبك الإدمان عادي يجلسون مع بعض مجالس يساعدون بعض. ليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن القوة في الجماعة، صح؟ المرء قوي بإخوانه، قال عليه الصلاة والسلام المرء قوي بإخوانه. فدائما حتى في الإدمان يجلسون مع بعض ويتعلموا. كذلك مسألة جلسات التوعية وكذا الأسرية تعين، والدولة ما هي مقصرة، وسمو الشيخة فاطمة أم الإمارات حفظها الله ما هي مقصرة، وهي مراكز على مد البصر في سبيل خدمة الأسرة والطفل. لكن في المقابل تجد للأسف يعني بعض الرجال لا يتعاون. وأنا لست ضد رجل ومرأة هنا، أنا أتكلم بمنطقية. فالصمت يثير حفيظة المرأة. لماذا تصمت معي؟ لأن المرأة تقارن، المرأة عندها سيئة أنها تقارن كيف هو يمزح مع فلان. يا رجل إذا تجلس مثلا إذا بائعة اشتريت شيء وتكلمت ابتسمت، تقول لك ليه ابتسمت؟ أنت معي ما بتبتسم، صح ولا لا؟ معي ما بتبتسم، تبتسم مع حالي وخذ محاضرات. وأحيانا العكس الله حق يعني. نعم من معي؟ باني تفضل. عليكم السلام. مرحبا. استاذ وسيم يوسف، بخصوص الصمت الزوج، نعم يعني انا مستغربه زي ليش ما تسوون دورات في مجال العمل؟ يعني في ساعات استوي انا في اماكن العمل دوره اذا هم ما يحبون يصيرون محاضرات وهيك، يعني في اماكن في العمل يعني دوره شو؟ دوره ارشاد ولا اي شيء. نحن الحريم بنستنى نروح، لكن الريال ما يروح، انت بروحك ما يروحون المحاضرات وهاي. فنحن قد ما نقدر نحاول نعدل في عمارنا. زين اذا هو المشكله، هو اساس المشكله، شو نقدر نسوي؟ محاضرات تروح له يعني يعطونا محاضرات نسولف؟ لا مش نسولف يعني مثل توك شو، بس يكون في الدوام. في الدوام يعني مثلا ساعات يسوونها. والله ما اعرف، احنا عندنا السيف الحسن يقول احنا عندنا مع التنمية الأسرية تنسيق وعندنا الدورات هذه. أنا والله أول مرة أسمع فيها. يسيرون يعني مثلا أماكن وتشين بعلا بلا في عندنا. بس أنا بسأل دقيقة، خليك على خط. سيف إيه؟ أنت رحت؟ زي حد تعرف موظف من هنا راح؟ ما يروحون الموظفين، حنا نكذب على بعض. ما يروحون موظفين. ما شاء الله برا البيت راديو. ويقول للشخص اللي حداله لا دقيقة بس اسمع
الرجال اسمعي الله يستر بيتك، الرجال راديو برا البيت وجوا البيت شو سايلنت؟ كاتم صوت. كاتم صوت ايه زين كملي. نسمعها بس كلمة واحدة بس، شو تسوي شو ماشي لها التليفون ما يودره، إذا سكر التليفون هالأخبار، إذا الأخبار ما أدري كيف خلاص أنا بطلع أنام ولا شيء. يعني متى وقت حق الزوجة، متى وقت حق العيال؟ إن عارف إن العيال وما أدري، عارف إن الشغل لين قمة الرأس. طب انت ما فكرت تفعلي نظام الكلام؟ والله نحط مواضيع ونحط يعني افكار ولا اي شيء يعني. مو انت اسمعي بس لك سؤال، يعني احيانا حسب الموضوع اللي تفتحي، يمكن تفتحي الموضوع ما تفتحينه مع ابليس مثلا. لا 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 ليه؟ طب زين اليوم الخميس عزمي على العشاء مطعم. مشغول انا مشغول انا جهزي شنطتي مسافر وما ادري كيف وهذا. حتى اذا طلعت برا يعني اوكي عرفت والله صدق يوم قلت انت ربع اذا في السياره وهذا مشغلين وما ادري كيف، اذا ما حرمتك ليش تفتح محاضره او تسوي محاضره؟ ايه اغلب انا اقول لك اغلب رجال مع زوجاتهم في السياره ساكتين حتى الحين لا ساكتين، لكن لو مع صاحبهم بقلب سينما. صح هي. يعني مثلا انا مره بغيت انا اغير الراديو. ما انت نفس الشيء، انت نفس الشيء بعد بالسيارة مع صديقتك نفس الشيء، بتسولفين وبتضحكين وضحكة وكذا و... لما مع زوجك ساكتة ماخذ وضعية أم لهب، يعني نفس الشيء أنتم. ليش؟ لأنه هو ما يرى، لأنه جربت أن أخذ وأعطي وياه، جربت هذا تلهيني في الدرس، ولا هو أصلا ساعات يكون لاهية في التليفون أصلا حتى في السواقة. كيف السواقة هذا حتى إيه؟ حتى أنه هو يسوق وشال التليفون، لا بطرش مسج حق فلان، لا بطرش ما ادري كيف. زين شوف الدرب انت ولا ممنوع اصلا راداح ما ادري كيف طرشين انت المسج عنه. ممنوع شيل التليفون هذا اكس، ممنوع تمسك الموبايل. ايه انت ما عندك الرقم السري؟ لا ما عندك. لا هذا غريب، هذا الراديو حتى اذا تحط فيه شيء يعني هذا سكري وهذا وكل اسم وتمدو زين، وبرا تسمع عبد الحليم وتسمع والدندن. اسمعنا انت مستوي امام خطر. سيف الحسن ضدك نهائيا، يعني يقول انت الغلط، انت لازم تغيري، انت لازم كذا. كل انا ايش دخلني أنا؟ يا استاذ سيف حرام عليك. ها اسمعي سيف الحسن عنده اقتراح. ما انا بقول سيف الحسن بقول اقول عادي حلو، بقول ليه ما مثلا هل جربت تعطيه راتب شهر؟ منو هو؟ والله انا اقول عادي بدفع واسير اسوي مبادرات من عندي، ادفع قبل ما هو يدفع، يصير انا اسوي احجز قبل ما هو يحجز، ولا ما ادري احاول قد ما اقدر اني ارتب الجو، احاول قد ما اقدر يعني ما ادري كيف، بس انا ما في امل. ها والله ما ادري، ما عندي اليوم. اسمع قولي. قولي انا استاذ سيف خلي اتصل فيه انت. اتصل فيه شو اسوي؟ ما ادري اعطيك رقم. لا احنا لا الرجال عندهم انفه، يوم يقول انت ايش دخلك؟ حرمتي وانا حر. هي الرجال عندهم انفه. هي انا عند الرجل اذا طلب يعني في التلفزيون مثلا الرجال يتصل يقول يا شيخ والله اريد تشفع لزوجتي، اتصل. المراه اكثر جنتله يعني فيها عندها جنت المراه. أنا ما أكذب عليك، المرأة فيها عندها ذوق أغلب النساء يعني، والرجال إلا من رحم ربك، لكن النساء عندهن ذوق. الرجل يوم تتصل فيه تقول له أنا عندي مشكلة، الزوج اتصلت فيه مشكلة، يقول لك إيش دخلك؟ ما يخصك صراحة. لكن الرجل لو كلمني قال يا شيخ أنا عندي زوجتي من سنة كذا أرجوك كلمها، بتصل مباشرة سلام هلا بالشيخ أمرني لبي، تختلف المرأة. فأنا الرجال عندنا أنفة، وأنفة بغلط يعني، موضعها غلط وتفعيلها غلط والاشتراك فيها غلط للأسف. سلامتك. مين اللي كلمة؟ انت معي ولا مع مين؟ لين متى؟ ها وينها؟ لمتى انا اسمعك لمتى يعني بيتم فيه يعني؟ خلي حد من اهلك يكلمه، خلي حد اخوك يكلمه. شو بقول اخواني كلهم اصغر عنا. ها اخواني كلهم اصغر عنا، بياخذ من الكلام الصغير يعني، ما بياخذ كلام صغير. الله يعوضك، والله ما اعرف شو اقول لك، لكن شوف بالله عليك الله
لا والله سيف، انا سيف انت حلولك كلها غلط. اعطيه راتب واعزميه عشاء واشتري له موبايل، هذا كل حلوله غلط. يعني بالله عليك الان انا كشخص لما اسمع مثل اذا ما تغيرت اسحبها. لا بس بالله عليك سيف، لما تسمع هذه المشكله لما يعني شو حلها؟ يعني بصراحه انا ما عندي حل. العوق من الرجال، يعني لا تقول لي الحرمه، العوق من الرجال، شو الحل؟ يلا اعطيني. ها قولي قولي شو؟ انت ليش ما تردين علينا؟ اخر وحده ترد علينا في الجروب، ما ادري كيف تقول والله عزيمه ما اعرفها، ولا ما ادري كيف، ولا عقب اسبوع اشوف تليفون. بس اسمع اسمع، في واحد رد عليكي. في واحد رد عليكي. شو؟ بقول لك حنا ليش نسكت معكن؟ انت يعني انت الحريم. يقول لك احنا ليه نسكت معكن؟ انا ما يخصني، انا في المنطقه الرماديه مضطر انسحب مضطر. يقول لك احنا ليه نسكت معكن يا حريم؟ احنا نمزح مع الاصدقاء ونتكلم، لانه الاصدقاء ما يخزنوا، ها ما يخزنوا ويطلعوا لك كل الدفاتر عند اول خلاف. والكلام والكلام مع الزوجات ورطه كبيره غير اصحاب. اتوقع كلامه منطقي صح ولا انا غلطان؟ ايه بس انا انا جربت انا اكون كصحيح. وشو عرفني اذا ما كانت الذاكره عندك 300 جيجا؟ والله لا لا، انا جربت ان اكون شوف استاذ وسيم، انا جربت اكون كصديقه اكثر من ان اكون كزوجه. زين يعني لدرجه ان جربت اكون واحد من الربع بعد ساعات على اساس اني انا اقدر اخذ واعطيها. بس اسمع اسمعي، احنا يعني اغلب صراحه احنا رجال ما نتكلم مع الزوجات لا في اسرارنا ولا في اسرار عملنا ولا في شيء، لانه انتم بصراحه ما تتامنون الا من رحم ربك. هي انت تريد يعني انا بالمنطقه الرماديه انا اتكلم كمستمع، ما تتامنون. الحين تصور زوجك يقول لك بقول لك سر، انا خطبت قبل مده يوم زعلت منك والحمد لله ما صار نصيب، انا احبك. تنسي انا احبك وتنسي انه تراجع عن رايه وبتحاسبي كيف في التجرأ يخطب صح؟ وبتشكين. صار وخلاص صار نظام شك الحين خلاص. شفتي عاد؟ ايه ايه شفتي عاد؟ عاد لا تلومي يعني ها مثال، يعني انت تقولي صار. ايه صح. شفتي؟ فلهذا السبب الرجال ما يتكلمون مع الحريم. زين هذا اوكي، هذا بس في امور ثانيه بعد كل شيء. خذ واعطي مثل ما تاخذ تعطي، وانا ما استغرب شغلات انا اسمعها من برا. اقول لي هاي وينها عن زوجها؟ ما تعرف شيء عنها. مجال عملها عنده ناس من اهله حريم يخبروني عن زوجي، انا ما اعرف عنه 19 سنه، انا ما اعرف عنه شيء، وايد اشياء ما اعرف عنها. الله في غريب صح؟ لا مش غريب، اغلب النساء هكذا. لا مو اغلب النساء هكذا، مو فقط انا اغلب الاغلب ليس الكل. انا 0%. والله انا ما ادري وش اقول لك صراحه، مشكلتك الله يكون في عونك، لكن الله يغيره للحال لاحسن حال. امين امين ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. يعني شو تقول لها هذه؟ ان شاء الله زين. عندنا فاصل اذان ثم نرجع اليكم. مرحبا واهلا وسهلا بكم من جديد. زين عندي رسالة نصية، رسالة تقول يا شيخ ترى المشكلة ليست فقط مع الأزواج بل حتى مع الإخوان. أنا مو متزوجة بس يوم أروح ويا إخواني أتكلم معهم كأني أكلم نفسي، في النهاية أفتح روايتي وأقعد أقرأ. يعني صح ولا كلام منطقي؟ يعني حتى مع الأخوات يعني ما يوجد تواصل في الكلام صح؟ أنا هذه أنا أجزم بها. رسالة أيضا من علي مبارك يقول اختصر لنسمع أكثر. إن شاء الله سيدي، الحين أنا بختصر كثير عشان تسمع كثير. أشكر حرصك على الاستفادة. أيضا رسالة تقول أنا عندي حل، زوجي كان مثل زوجها، قلبت عليه وصرت مثله في التطنيش، وحاليا يترجاني أسولف معه، مبدئي المعاملة بالمثل، فاعلة خير. الله يعطيك العافية. ما يعني هي تشوف نفسها فاعلة خير بدل ما تصلح المشكلة، هي تقول واحدة بواحدة. يعني هذا ليس حلا، انا معك سيف، هذا ليس حلا. يعني ليس كل حرق بيته حرق بيته، ها يعني احيانا المرض لا يعالج بالمرض وانما يعالج بالأدوية. ليس كل صفعني اصفعه، انا ضد مسألة كفكرة، انا لا الزم احد، انا اقول فكرتي. مسألة العلاج بالمثل لا تصلح مع الازواج، هذا اسمه شريكة حياة، شريكة حياة.
السبب الرئيسي لصمت الرجال، رسالة تقول السبب الرئيسي لصمت الرجال هو نكد النساء. لو المرأة تعامل زوجها على أنه صديق، صديق من مودرن، كل بتنحل الأمور، تشارك الهوايات، تهتمه، يتكلم، تتكلم معه، تمازحه، حتى لو تلعب معه بلاي ستيشن. لا الحين قول للحرمة تلعب بلاي ستيشن، قول ألعابكم سخيفة، تحس إن... تحس شيء غلط. ها لعبي فيفا، لا لا شيء كلام فاضي. زين فيعني رسالة تقول شيخنا لي رأي مع صمت الرجال، قول أنا أريد أستفيد اليوم. التواصل مفتوح مع الجميع، 600551221. كيف نعالج صمت الرجال بما أن هذا الشيء لا تحبه المرأة ويثير غضب المرأة، كيف أتعامل معه؟ أيضا رسالة تقول أنا أتفق مع الرجل الأخ المتصل، تأخر المرأة بسبب ساعات العمل يشكل فجوة بينها وبين زوجها. أم خالد والله كلام منطقي، بس يعني أغلب العاملات نساء صح في الدوائر الحكومية، تصور إن يروحون قبل أنا ما لي علاقة بس أنا أسأل سؤال، يروحون قبل بوقت، يعني لماذا لا تصبح فترة مناوبات مثلا؟ يعني مثلا عندنا 10 موظفات في الاستقبال، 5 يروحون يومين في الأسبوع، 5 ثلاث أيام بالأسبوع، الأسبوع اللي بعده 5 ثلاث أيام بالأسبوع مثلا، قبل بساعة ونص، قبل بساعتين، أسبوع بأسبوع، هو هذا اللي أقصد، أسبوع بأسبوع يعني أفضل. نعم حد معي؟ نعم أعطيني. ألو رقية، تفضلي يا رقية. أيوة السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة. زي حضرتك؟ أنا بخير. أنا كنت عايزة أتكلم في الموضوع ده من يعني من بداية يعني المشاكل اللي بتحصل. أعتقد إنها سببها البيت والأسرة، يعني في تربية الأولاد، يعني لما ربي ابني أو بنتي ازاي هم يعني التعامل ما بينهم، يعني التعامل، يعني شوفوا مثلا الام بتتعامل ازاي مع الاب او الاب بيتعامل ازاي مع الام، يعني و يعني كمان بيبقى عشان خاطر كمان اعتقد انه مثلا انا بشوف مثلا امهات يعني مش بتعلم الاولاد ازاي يتحملوا المسؤوليه من ناحيه الولد او البنت، من ناحيه الاثنين، يعني كل واحد لو تحمل المسؤوليه او تعلمهم ازاي يتحملوا مسؤوليه. انت فاهمني ولا انا فاهمك؟ قولي. فشايفه ان كل ده يعني بيبقى من البدايه خالص، ان احنا نعلم اولادنا يتحملوا المسؤولية، ان هم يتعلموا. زين انت امك علمتك المسؤولية يعني الكبير ويعطفوا على الصغير؟ انت يعني والدتك علمتك المسؤولية؟ ترى هذه الاشياء صح انا مع التعليم، لكن يعني انت متزوجة صح؟ عندي اولاد. ما شاء الله، كيف تعالجين صمت الرجل؟ يعني هو في مثلا حاجات معينة مفروض ان احنا ما نبقاش يعني زي مثلا التصادم اللي بيحصل بين الزوج والزوجة او بيني وبين زوجي ما يبقاش قدام الاولاد، لانه ده بيأثر على المشاكل. انا ما اتكلم عن مشاكل يعني كصمت، يعني اغلب الان عندي رسائل كثيرة تعاني من نفس المشكلة وهو صمت الرجل، يعني يجلس صامت. زين حنا اذا تكلمنا نورط وتسكتنا نورط بصراحة. والله هو حسب يعني بص اقول لك حاجة، يعني مثلا انت تاخذون المواضيع بحساسية، لكن تفضلي. لا هقول لك حاجه، هو انا ببقى هي في الاول وفي الاخر تبقى الزوجه فاهمه زوجها في كل الاحوال، يعني هو شخص اصلا يعني كل اعتقد كل شخصيه فينا مختلفه عن الثانيه، او كل راجل مختلف عن الثاني، وكل مراه مختلفه عن الثانيه، فيعني مش موضوع ان هو عشان ممكن يكون هو اصلا هادي، يعني شخص هادي، ممكن يكون الشخص الثاني يكون يعني متفائل ايجابي او متفائل او كده، يعني هي كل واحده بتبقى عارفه جوزها وطريقته واسلوبه، فمش موضوع ان هو صامت يبقى هو كل الرجاله صامتين، لا مش كده، يعني انا مش شايفه الموضوع كده الصراحه. انا شايفه ان هو شخصيه، وهي بتبقى عارفه شخصيه الشخص اللي قدامها، وهو بيبقى عارف شخصيتها برضو، بيتعامل هي بتعامل معاه على الاساس ده، ويعني الاثنين بيتعاملوا مع بعض على الاساس ده، ان هم خلاص فاهمين بعض، المفروض يعني المفروض يبقوا عارفين بعض وفاهمين بعض وعارفين ازاي
بيتعاملوا مع بعض. فلما بقى عارف يعني مثلا لقيت جوزي ما بيتكلمش معايا وهو اصلا من النوع اللي بيتكلم، فاعرف انه عنده مشكله اكيد. تفهمني؟ انا فاهمك. نعم. ونفس الحكايه العكس، يعني هو بيبقى عارفني لو انا يعني ما بتكلمش وانا اصلا متكلمه هيقول بس يبقى في اكيد في مصيبه. بالظبط كده. اه فيعني الموضوع مش ان هو كل الرجاله او كل واحد يخش العربيه ما بيتكلمش مع زوجتي يبقى كلهم كده، لا. نعم. انا بختلف في كده بصراحه. والله الله يجزيك الخير على المداخله. نعم. عندي ايضا عندي زين عندي رساله تقول ما هذه ما تصلح انتوا وش حلولكم هذه؟ ها؟ رسالة تقول يا شيخ تصدق أحد الشباب اتهم زوجة عمه بعمل سحر لزوجته فاهتزت الثقة وطلقها بسبب أن الزوج ترك بنت عمه عانسة. أبو حميد أعيد الرسالة، اتهم الشاب اتهم زوجة عمه بعمل سحر لزوجته لأن الزوج ترك بنت عمه ما تزوجها، يعني أمها للبنت. يا أخي والله إحنا العرب عندنا مشكلة، إذا شاف واحد يحب زوجته يقول لك ساحرتنا. يا أخي والله عيب. وإذا الرجل وإذا المرأة حبت ساحرها، يعني إحنا دائما نربط الحب بالسحر كأن عندنا ممنوع تحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب النساء لي عائشة، لما سئل قال عائشة، كأنه إحنا ممنوع تحب، لكن يربطون كل شيء بالسحر. أي حاجة سحر، أي واحد مهموم مسحور، أي واحد طلق مسحور، أي واحد تبهدل في شغله مسحور، أي واحد كذا مسحور. ما يصير. حنا لأنه اليوم الخميس ما نريد نطول على السيف، أنا أشوف سيف واقف. أي الله يا سيف، لا يسع دوامك سيف. للثمانية بتتم في الإذاعة، الله المستعان. هذا اليوم الخميس يعني الأصل، يلا بعين الله. لا 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 ان شاء الله، الله يعطيك طولة العمر اخي سيف. زين، معنا الدكتور موجود معنا. زين، ايضا رسالة تقول انا بالنسبة لي زوجي للأسف صامت جدا وانا امارس معه نفس الشيء، اصمت حتى يسأل. انت تصمت وهو يصمت والبيت يضيع. يا اخي دائما الحلول تحتاج حكيم يدفع بها، لا يوجد حل يأتي على طبق من ذهب. أنا أؤمن بقاعدة، لا يوجد حل يأتي على طبق من ذهب. كل الحلول تحتاج إلى دفعة. لا كل الحلول لا مش تحتاج، يعني تحتاج حد يبادر. كل الحلول تحتاج حد يبادر. تنازل، نعم هذا الذي أريد أن نعم شكرا سيف. يعني كل الحلول تحتاج تنازل. أي مشكلة لابد من الطرف الأول يتنازل، سواء الذي يعتذر أو الذي يتقبل الاعتذار، لابد من التنازل. حنا مشكلتنا روسنا كبيرة إلا من رحم ربك، ما لا نريد نعتذر ولا نريد نتنازل ولا نريد حتى نعترف. فهذا الأمر يعني يدخلك في دوامة كبيرة جدا، يدخلك في دوامة هو تفاقم المشكلة. المشاكل حينما تتفاقم يعني كارثة.